الجزء الثاني من محاضرة السترين بعد ما أخذنا الجزء الأول، بالجزء الأول كان أول مرة تعريف السترين بأنواعه، اللي هو النورمال سترين، تغير الطول على الطول الأصلي، والشيرنج سترين أو الأنجولار سترين يسموه تسمية أخرى، هو تغير زوايا الشكل الهندسي، اللي هو عادة إحنا ناخذها الزاوية 90، الزاوية القائمة، تغير الزوايا للشكل الهندسي، هذا الشير سترين. بعدها عرفنا الديسبليسمنت بالثري دايمنشن، اليو والفي والدبليو هي مركبات السترين بالاكس والواي والزد دايركشن. بعدين اشتقينا السترين من الديسبليسمنت، فهذه اللي حاطيها باللون الاصفر هي اشتقاقات السترين. طبعا هنا انا ماخذ تاثير احادي البعد، يعني ابسلون اكس نسبه الى تغير اليو باتجاه الاكس، والابسلون واي تغير الفي باتجاه الواي، وكذلك الابسلون زد. ثم انتقلنا الى الشيرنج سترين، والتعريف مالته هو تغير الثنائي بالمستوي للاحداثيات بشكل متبادل، يعني دي في تشتق بالنسبه لاكس ودي يو تشتق بالنسبه لدي واي، هذا الجاما اكس واي. بعدين هنا ورا ما خلصنا الاشتقاقات عرفنا التعريف الرياضي، قلنا لكم اكو تعريف هندسي واكو تعريف رياضي للانفعال على شكل مصفوفه، يعني 3 دايمنشن، فهي 3 سترين نورمال و3 سترين انجولار. اخذنا مثال بالارقام حتى نوضح شلون نستعمل التعاريف في ايجاد الانفعالات. بعدها تكلمنا عن توافقية الانفعالات، compatibility of strains. قلنا بأن حتى أي مسألة تكون تمثل حل حقيقي نحتاج أن تكون هاي الانفعالات مربوطة ببعضها، فربطناها بهذه المعادلة اللي هي partial 2 epsilon x partial y square plus partial 2 epsilon y partial x square يساوي partial 2 gamma x y partial x partial y. احتاجينا إلى أن نعرف another degree of freedom بالمسائل حتى نحل بالتو دايمنشن، اللي هي الريجيد بودي روتيشن. الريجيد بودي روتيشن نحتاجها في كباوندري كونديشن في ايجاد ثوابت التكامل. حلينا مسائل في موضوع السترين، شلون من السترين نطلع ديسبليسمنت. اول شيء ندقق بين هذه السترين تمثل حالة حقيقية، بين ندقق الكومباتيبلتي، ثم نجري التكاملات، نخلي بالنا بأن هذه المشتقات مشتقات جزئية، فثوابت التكامل إيش تطلع على شكل دوال وإلى آخره، تابعوا المسائل. هذه كانت مراجعة سريعة للجزء الأول اللي أخذناه في موضوع السترين. الآن part 2 الجزء الثاني، سترين in oblique direction، الانفعال بالاتجاهات المائلة. فإحنا أصل المسألة عندنا two dimensional، راح ناخذ حتى تكون المسألة كل كبيرة. فالtwo dimension عندي اثنين normal stress epsilon x epsilon y، طبعا هي مرافقة لسيجما x سيجما y، وعندي gamma x y. okay are given in x y plane it is required to find epsilon x dash epsilon y dash and gamma x y dash، حيث أن ال x dash وال y dash هي rotated axis at angle theta. نبدأ من الاشتقاقات، بأن احنا نتذكر بأن الانفعالات هي هذه علاقاتها epsilon x ماذا تساوي إلى آخره. المطلوب هو ال epsilon بالother direction. نحتاج ما يعرف بالـ transformation of coordinates. find x y in terms of x dash and y dash. تذكر بالرياضيات بأن الـ x يساوي r cosine phi minus alpha، والـ y يساوي r sine phi minus x. في نفس الوقت الـ r الـ x dash يتساوي r cosine alpha والـ y dash r sine alpha، حيث أن الألفا هنا ما مبينة إذا أخذنا نقطة، عفوا هذه الزاوية راح نسميها ثيتا بدل ألفا أو العكس،
هي زاوية الدوران ما بين المستويين. فلو أخذنا نقطة هنا تميل بزاوية ألفا ما مرسومة، الطلاب رسموها بهذا الاتجاه، راح تكون النقطة بي بعدها عن المحور هو آر، وزاوية ألفا محصورة ما بين الراديوس آر والمحور إكس داش، فراح يكون عندي مجموع إكس زائدا ألفا أو العكس. هذه هنا عفوا هذا التأشيرات هي بالأسفل هنا هاي المسألة، بين أنا لو ماخذ نقطة إكس داش واي داش والميل هو محصور، هذه هي الألفا وهذه هي الفاي، فاي الزاوية ألفا ماينص فاي. فهذه التحويلات الرياضية، بأن راح آخذ آر كوساين فاي ماينص ألفا تساوي بهذا الشكل التعبير. نفتح الفرق بين زاويتين difference between two angles، نفتح بهذا الشكل كوساين ألفا كوساين فاي بلس ساين فاي ساين ألفا. كذلك الإكس نقدر أكتبها بالشكل الآتي اللي هي إكس داش كوساين فاي واي داش ساين فاي إكسترا. أوكي، إذا الـ pair of transformation بهاي الحالة إيش راح يكون على شكل مصفوفة؟ x y يساوي cosine sine minus sine cosine x dash y dash. من هذا الـ displacement راح تكون عندي مركبة الـ u والـ v راح تكون u dash cosine phi و v dash sine phi، أما الـ v تساوي minus u dash sine phi plus v dash cosine phi. أوكي، النورمال سترين x داش y داش along x direction بهاي الحالة ايش راح يساوي؟ راح نجي نعرف epsilon x بدلالة المحور x داش، نستعمل ما يعرف بالتشين رول، قاعدة السلسلة. انت اذا عندك دي x داش y داش تريد تعبرها بدلالة الاذر coordinates، فراح تقول دي يو داش dx times dx by dx dash etc زائدا du dash على dy dy by dx dash. هذا يعرف التشين رول ويساوي الحد الأول dx على dx dash. لو نرجع لهاي المعادلة اللي تربط العلاقة ما بين x dash و x من نشتقها dx dash by dx، شو نحصل؟ حصل على cosine phi. وكذلك dy by dx داش نجعل هاي المعادلة، فراح تكون شنو؟ sin phi. فإذا صارت عندي ux داش تساوي du داش by dx cosine phi du داش by dy sin phi ويساوي. إذا سحبنا dx كoperation خارج القوس وعوضنا u داش بما يساويها، فصير عندك dx by d cosine phi مضروبة باليو داش اللي هي تساوي، من هنا نصعد اليو داش تساوي u cosine phi زائدا v sine phi زائدا الحد الآخر اللي هو d u داش، ومكان d u داش كذلك نعوض u cosine phi plus v sine phi times sine phi. ندخل cosine phi داخل القوس، du by dx cosine square phi dv by dx sine cosine sine و du by dy cosine sine و dv by dy equal sine square phi. من هذه ايش نستنتج؟ لاحظوا عندك du by dx احنا نعرف هاي epsilon x، هاي خلينا epsilon x هنا، عندك هذا الحد زائدا هذا الحد، ذول الثنين طلع ساين كوساين عامل مشترك، يبقى عندك دي في باي دي واي بلس دي يو باي دي واي. عفوا هذه واحدة من عندنا، هذه اكس خطأ مطبعي، دي في باي دي اكس زائدا دي يو باي دي واي هي شنو؟ جاما اكس واي هذا الحد، واخيرا دي في باي دي واي اللي هي ساين سكوير الـ dv by dy هي epsilon y. فإذا هذه معادلة تدوير الانفعال بأي زاوية. إذا أنت تريد تشوف الانفعال بزاوية
فاي مدورة عن المحور الأساسي، فما عليك إلا أن تطبق المعادلة أبسلون إكس داش يساوي أبسلون إكس كوساين سكوير هذه الزاوية زائدا أبسلون واي ساين سكوير هذه الزاوية زائدا جاما إكس واي ساين كوساين الزاوية نفسها. أو in other terms epsilon x dash يساوي epsilon x l square زائد epsilon y m square زائد 2 epsilon x y l m، حيث أن ال l هي cosine phi وال m هي cosine المتممة اللي هي sin phi. هذه مثل ما تعرفوا كنا نسميها الدايركشن كوساين. اذا نريد نطلع ابسلون واي داش ما علينا الا ان نضيف للزاويه باي اوفر 2 او نقعد نشتق من جديد، هم نطلع تشين رول نفس الشيء، او تقدر على نفس التعريف هذا نفس التعريف هذا شو تخليه؟ تخلي مكان الفاي ومكان الفاي ماذا تضع؟ تضع فاي بلس باي اوفر 2 على اعتبار بان هي زاويه قائمة عليها. فإذن هذا هو الترانسفورميشن ماتريكس للأبسلون، عفوا ترانسفورميشن إكسبريشن المن للأبسلون واي داش. لاحظ هنا أنا خليت جاما إكس واي ومكانها 2 أبسلون إكس واي. هذا الفرق بين التعبير الرياضي والتعبير الهندسي. يعني هنا هذا جاما اكس واي تعبير هندسي، اما هذا ماثيماتيكال اكسبريشن. الان احتاج ان نشتق جاما اكس داش واي داش او ما يعرف بالتو ابسلون اكس داش واي داش، كان باني قايل كان بي سيميلرلي اوبتين بنفس الاسلوب هوم ورك، ما هو الاكسبريشن للجاما اكس واي؟ اوكي أكيد راح نرجع من هنا للديفينيشن، هذا هومورك قدموا لنا إياه. من الآن وصاعدا راح تشوفون الهومورك يجي على شكل assignment منين؟ من الكلاس روم اللي سجلتوا به، راح يجيكم على الإيميل مالتكم إشعار بأن الأستاذ أعطاكم هذا الهومورك، نص الهومورك موجود ويطلب أو يحدد تاريخ للتقديم على أن يقدم مثلا فلان تاريخ فلان ساعة، فيقبل قبل هذا الوقت بعد هذا الوقت ما راح تقدر تسوي له سبمشن، والتصحيح والدرجة راح تكون عن طريق الكلاس روم. يعني ذاك اليوم انت جبتوا لي الهوم ورك على شكل اوراق، قلت لكم ان شاء الله من الان وصاعدا راح نحملها. عملية التحميل خلينا نقول للهوم ورك، اما تكتبه على شكل وورد بالطبعة او تكتبه على ورقة خارجية، بس تحتاج سكانر بالبيت. اللي أرجو منكم لا تستعمل الموبايل، الموبايل يشوه الصورة، يسوي مناطق طوخ مناطق فاتح بعض الحروف مقوسة إلى آخره. فسكانر سكانر أو أكو طريقة، أنا مرة ما كان عندي سكانر، سويت خليت الورقة على جامة مال شباك فتحتها نظفتها خليتها من الخلف واخذت لها صورة بالموبايل طلعت تشبه السكانر. يعني خاف واحد ما عنده سكانر بالبيت او ما اريد احملكم عبء شراء سكانر، فممكن تتصرف بهذا الشكل. دكتور اكو برنامج يسوي سكانر بالموبايل؟ اي هو اكو سكانر، هو يسوي يصلح الصفحه بس مرات يسوي ديستورشن يسوي بها. عندي هذا البرنامج صوره مال سكانر، مع هذا تحتاجين الى مستوي افقي. بلي بلي. يعني بعد شغله، اذا انت مقتنع بين الصوره واضحه دزها هاي بعد يمك. إذا أنت يا طالبنا إذا مقتنع بين هذه الصورة واضحة فأرسلها، راح تكون فراح تتحمل. إحنا أول أسبوع راح نتعلم شلون نتدرب شلون نتعلم على الكلاس روم، يمكن بعضنا مار بالتجربة والبعض الآخر لأول مرة يمر، فما نريد نخطأ بالأيام الامتحان. لازم هسه نتعود شنو السبمشن شلون نرفع الإجابة. العام بالمناسبة الدراسات العليا امتحنوا عن طريق الكتروني، فكل واحد منهم جاوب وخلص وسوى سكانر ورفع. فليش دا احكي وياكم؟ فبعضهم جت الكتابه مالته مغوشه وهو ما منتبه. زين استاذ شلون يعرف الاجابه صح لو غلط؟ كتابه مغوشه.
اوكي، الان ننتقل الى برنسبل سترين اللي هي ابسلون 1 اند ابسلون 2 ان تو دايركشن. هاي ابسلون 2، ابسلون 1 اند ابسلون 2. اوكي، هنا مثل ما تتذكرون مثل البرنسبل ستريس، عندي ابسلون اكس ابسلون واي اند جاما اكس واي او ابسلون اكس واي ار جيفن. وات از ريكوايرد، شنو هو المطلوب؟ ابسلون 1 ابسلون 2 اللي هي المايجر سترينز للمساله. فابسلون اكس ابسلون واي اوفر 2 بلس ماينس اندر سكوير روت ابسلون اكس ماينس ابسلون واي اوفر 2 تو ذا باور 2 بلس ابسلون سكوير اكس واي. لاحظ ابسلون سكوير هي شنو؟ نصف جاما اكس واي. فاذا اردت تعوض هنا جاما اكس واي، ايش راح تكون عندك؟ جاما سكوير اوفر 4. انتبه لهاي العلاقه، لان هذه ابسلون اكس سكوير اللي هي بدائره مور تساوي نصف الجاما اكس واي. اوكي، لو ردنا العكس، لو ردنا نطلع ابسلون اكس ابسلون واي، نستعمل القانون ابسلون 1 بلس ابسلون 2 اوفر 2 بلس ماينس ابسلون 1 ماينس ابسلون 2 اوفر 2 كوساين 2 فاي، حيث ان الفاي هي الانجل اوف روتيشن. اوكي، لو ننتبه الى هذا الاكسبريشن، لو نطلع عامل مشترك يصير عندنا طلاب، هذه ابسلون اكس اور، يعني هاي الكوما يعني معناها انت اذا خليت بلس تعطيك ابسلون اكس، اذا خليت واي يعطيك عفوا اذا خليت الماينس يعطيك ابسلون واي. هاي مو بابسلون اكس واي، انتبهوا. اما ابسلون اكس واي ايش راح تساوي؟ ابسلون 1 ماينس ابسلون 2 اوفر 2 في ساين 2 الفا. طبعا نقدر نجري هاي العمليه باستعمال دائره مور، شرط ايش اخذ؟ اخذ نصف جاما، او اللي اخذه هو شنو؟ جاما اكس واي. اوكي، فنقدر نستعمل دائره مور حال حال الستريسز بالتو دايمنشن. اوكي، سترين ان 3 دايمنشن ما راح ناخذه، احنا اخذنا ستريسز ان 3 دايمنشن هذا يكفي. سترين ان 3 دايمنشن هو مشابه للستريس ان 3 دايمنشن، لكن اللي يهمنا هو كان الموضوع الستريسز ان 3 دايمنشن. الان لحد هنا انتهى موضوع السترين كتعاريف كتدوير، يعني نقدر ندور باي زاويه نقدر نطلع برنسبال سترين. بالمناسبه هسه من راح تتقدم الموضوع راح تشوفون احنا نقدر اذا عرفنا الستريسز باي اتجاه احنا نقدر نعرف السترين بذاك الاتجاه، لان راح ناخذ اليوم العلاقه ما بين ستريس سترين ريليشن شيب. يعني اذا عرفت الستريس فالسترين يكون معلوم. من عنده سؤال لحد هذا الموقف من المحاضره؟ اوكي، ماكو سؤال؟ نو كومنتس؟ اوكي، الان نتحدث عن موضوع مهم جدا من الجانب العملي اللي هو السترين روزيت. السترين روزيت، كلمة روزيت من روز، والروز شنو؟ وردة. فإذا أردنا نترجم هاي العبارة سترين روزيت فهي وردة الانفعال. من راح نتقدم بالمحاضرة راح تعرفون شنو السبب اللي يسموها وردة. بالمختبر تحتاج تخلي دايل جيجات، عفوا تخلي سترين جيجز بزوايا متعددة حتى تقدر تطلع البرنسبال سترين. يعني هسه احنا اللي اخذناه لحد المحاضرة الماضية احنا نقدر رياضيا نطلع سيجما 1 سيجما 2،
وكذلك رياضيا نقدر نطلع ابسلون ابسلون 2. السؤال يطرح نفسه مختبريا، شلون نقدر نطلع الابسلون 1 ابسلون 2 سيجما 1 سيجما 2. In practice في الجانب العملي the principal stress sigma 1 and sigma 2 are needed، يعني هي حاجتنا ضالتنا استخراج مختبريا قيمة سيجما 1 وسيجما 2. This can be measured when the principal moving when this can be measured، ممكن قياس ذلك عندما the principal strain are used، عندما نستعمل principal strain. زين، شنو تعريف ال principal strain بدلالة stress strain relationships؟ طبعا هذا التعريف انا اعتبره متقدم على محاضرة اليوم، نستعمل superposition لتأثير سيجما 1 over E، حيث أن الـ E هو المودولس of elasticity ناقص تأثير Poisson ratio العكسي، Poisson ratio نسبة Poisson، إذا عندك فالجسم تضغطه بمقدار سيجما 1 فراح يصير بيه قصر epsilon 1. في نفس الوقت الـ other direction هنا إذا صار قصر هنا يصير استطالة، هذه النسبة تسمى بنسبة Poisson، حيث أن نيو باللغة الإغريقية تسمى نيو هو Poisson's ratio. الـ E هو المودولس of elasticity. The inverse relation العلاقة العكسية، يعني بدل ما نقول سيجما 1 سيجما 2 نطلع سيجما 1 بدلالة epsilon 1. شلون؟ نجي على المعادلة الأولى نطلع سيجما 1 بدلالة epsilon 1 طريقة الحذف والتعويض. يعني شلون؟ نجي نضرب المعادلة الأولى مثلا بنيو، فصارت عندك epsilon 1 نيو سيجما 1 نيو، اجمع المعادلتين راح تنحذف سيجما 1 نيو اوفر اي مع ماينس سيجما 1 اوفر اي تنحذف، يبقى عندك فوق نيو epsilon 1 ماينس نيو سكوير سيجما 2، من راح اجمعهم راح يطلع 1 ماينس نيو سكوير. هاي لاحظوا هنا أنا طلعت عندي سيجما 1 اي على 1 ماينس نيو سكوير epsilon 1 بلس نيو epsilon 2. إذن إذا كانت عندك الانفعالات تقدر تستخرج الإجهادات، وهاي المعادلة العكس، إذا كانت عندك الإجهادات تقدر تستخرج الانفعالات. أوكي. In practice there are two cases، بالجانب العملي هنالك حالتان. Two cases exist. شنو هي التو كيسز؟ هاي التو كيسز. الحالة الأولى when the direction of epsilon 1 and epsilon 2 are known. الحالة الأولى لما تكون عندي الاتجاه epsilon 1 و epsilon 2 معلوم. Thus two measurement of strains are needed only epsilon 1 and epsilon 2. أنت إذا تعرف epsilon 1 epsilon 2 تعال طبق هنا وحصل الناتج سيجما 1 سيجما 2. الحالة الثانية direction of epsilon 1 and epsilon 2 are unknown، غير معروف، ما عندي الآن بيا اتجاه يصير epsilon 1 epsilon 2. أنا جيت عندي بيم بالمختبر فحصته، خليت سترين جيج بهذا الاتجاه وقست epsilon x epsilon y جاما اكس واي، لكن مدى اعرف بيا اتجاه ممكن احصل epsilon 1 epsilon 2. فاذا صار عندي here or then here three unknowns exist، ثلاثة مجاهيل موجودة. شنو المجاهيل؟ هم epsilon 1 ما اعرفها و epsilon 2 ما اعرفها، وكذلك الزاوية اللي تحصل بيها epsilon 1. thus three measurements are needed epsilon x epsilon y و gamma x y، but the shear strain cannot be measured، قياس الانفعال الزاوي مو سهل ينقاس، يعني يراد حساب زوايا يعني صعب مختبريا، يعني
خلينا نقول نوخرها من بالنا، احنا نقدر نقيس الجاما اكس واي مختبريا. Thus, normal strain in three different directions are measured. اذا بهالحاله بما انه احنا ما نقدر نقيس جاما اكس واي، وانا عندي ثلاث مجاهيل، حتى احقق الثلاث مجاهيل ذولا احتاج الى ثلاث معادلات. اذا راح اقيس الانفعالات في ثلاثه اتجاهات مختلفه. هذه الاتجاهات تسمى بورده الانفعال. بما انه ثلاث اتجاهات مختلفه راح اقيس ورده الانفعال مثل الريش مالت البنكه بثلاث اتجاهات، اتجاه A، اتجاه B، واتجاه C. فمن انباعلها تشبه الورده بهذا الشكل. اذا من الانفعال ابسلون A وابسلون B اند ابسلون C برينسيبال سترين ابسلون 1 اند ابسلون 2 اند ذا دايركشن فاي كان بي فاوند. الان صار عندي ثلاثه معاليم اللي هم ذولا، اللي هي الاتجاهات اللي انا المختلفه الغير متطابقه، اهم شيء بزوايا مختلفه، ثلاثه given ثلاثه نونز، منها راح اطلع 3 unknowns. اوكي، هذا كلام. نبدا للتطبيق. هاي هنا الرسم الوردة الانفعال. شوف الساعه هنا مختار ثلاث اتجاهات مختلفه على شكل يعني خلينا نقول شوكة، بس تقدر انت تقدر تفرهن ذني براحتك، يعني اصير مثل ما انا وصلت لكم، يعني ممكن يصير على شكل الريش مال المروح بكل واحدة عندهم زاوية 120، ممكن اثنين بزاوية 90 والاخرى تصير عمودية عليها، وهكذا. اهم شيء 3 different angle. ما هي طريقة الحل؟ طريقة الحل epsilon A, epsilon B and epsilon C find from epsilon A, epsilon B and epsilon C find epsilon 1, epsilon 2 and 5. First step, أولا take X axis along one strain such as epsilon A. خلي ال X axis هنا نجز بالرسم ما واضح، طابق الاكس اكسس على واحد من ذول الثلاث وليكن اي. قول الاكس مالتي وين مطابق؟ على المحور اي. طبعا الواي اكسس ايش راح يكون؟ يصنع زاويه 90 على الاكس. فصار عندي ابسلون اكس، هذا المحور اللي انا خليته يطابق مع اي هو نفسه ابسلون اي. هاي اول داتا معلومه بين epsilon x أصبحت متطابقة مع المحور A. then find epsilon y. إذا هذا عرفت أني epsilon x، إذا لازم أطلع epsilon y والجاما x y من epsilon b and epsilon c using the formula of strain in oblique direction اللي أخذناها معادلة التدوير. When epsilon x, epsilon y, and gamma x y are found, then calculate epsilon 1, epsilon 2, and 5. إذن إحنا هنا بعد ما طابقنا epsilon x، أجي أدور البقن، سويلهم تدوير. شو استعمل يا قانون؟ قانون التدوير اللي أخذناه قبل شوي. هذا قانون التدوير. أنا راح أطابق واحد منهم، اقول ابسلون اكس هو ابسلون اي، واعتبر الزاويه صفر متطابقه حتى اطلع ابسلون اكس داش، ومن ابسلون واي راح اضيف لها 90 درجه الى اخره. راح تشوف هسه بالمثال الرقمي اكزامبل. Given the following strain rosette, find the principal strain epsilon 1 and epsilon 2 and their direction. Then find the principal stress sigma 1 and sigma 2. Steel material, مطين المودلس أو فلاستي 200 في 10 قوة 3 نيوتن بير مليمتر سكوير، كواسر ريشو 0.3.
الانفعال في محور اي هو 800 في 10 اس ناقص 6، يعني 800 مايكرومتر دايمنشنلس. ابسلون بي اللي يصنع زاويه 60 ويا المحور اي مقداره 200 في 10 سالب 6، والابسلون سي هو 120 في 10 سالب 6 بزاويه. طابقنا اولا المحور اكس مع الاتجاه اي، فكان المحور واي راح يكون لا هو يمر بي ولا يمر بسي ان بتوين. فمن هنا take x axis along a thus epsilon x يساوي epsilon a. for b use إذا أريد الانفعال b اللي هو هذا الانفعال باتجاه معين هنالك epsilon x هنا صاير بهالاتجاه شي يساوي يساوي epsilon y وزاوية التدوير 60، فراح أطبق الزاوية 60 وهذا epsilon y المجهول. ممكن عندنا احد طب اوكي ما عندنا فابسلون بي تساوي ابسلون اكس اللي احنا طابقناه على اي كوساين سكوير الزاوية التدوير اللي هي 60، ابسلون واي مجهول ساين سكوير 60 زائدا جاما اكس واي ايضا مجهولة كوساين الستين ساين الستين. جينا عوضها حصلنا على معادلة تربط لنا ما بين أبسلون واي وجاما اكس واي، معادلة رقم واحد. الآن نجي نستخرج أبسلون سي من التدوير، بس هالمرة قد الزاوية؟ إذا أريد أن أطلع أبسلون سي المحور هو اكس الزاوية اللي يصنعها دائما نقيس فاي نسبة إلى الأكس أكسس، فستين زائد ستين 120. فراح نطبق قانون تدوير أبسلون سي على كوساين سكوير الزاوية فاي 120 ساين سكوير 120 وجاما أكس واي ساين كوساين 120. فحصلنا على المعادلة الثانية اللي أيضا تربط ما بين أبسلون واي وجاما أكس واي. حل المعادلتين آنية بالحذف والتعويض، يمكننا طرحنا هاي من هاي راح تصير عندك 0.866 جاما اكس واي صفر ناقص 320، فراح يطلع عندك الجاما اكس واي قيمتها ثم تعوض بوحدة من عدم تطلع لي قيمة ابسلون واي. ما مكمل آني قايل انت نكمل الباقي. شلون نكمل الباقي اذا طلعت عندك جاما اكس واي احدى المعادلتين طلع ابسلون واي؟ زين شلون اطلع فاي عفوا شلون اطلع ابسلون 1 ابسلون 2 من هاي المعادله؟ هنا أنا. طلعت عندك انت ابسلون اكس ابسلون واي جاما اكس واي حليت طلع ابسلون 1 ابسلون 2 طلعت زين. أريد بعد فاي، منين أطلع الفاي؟ منها تان إنفرس 2 فاي نصف جاما إكس واي على نصف أبسلون إكس ماينس أبسلون واي. هاي طلعت عندي زاوية الدوران للبرنسيبال سكرين. زين هو المطلوب الرئيسي شنو بالمسألة؟ ما هو سيجما 1 سيجما 2؟ نجي على هاي المعادلة. إذا أنت طلعت عندك أبسلون 1 أبسلون 2 طبق هاي المعادلة طلع سيجما 1 سيجما 2. هذه هي الطريقة يا طلابنا الأعزاء في حساب إجهادات مختبرية. يعني إحنا الانفعال نقدر نقرأ لأن إلكترونيا نقدر نقرأ الانفعال زين. فإذا إلكترونيا قرأنا الانفعال يقاس الانفعال من عدة راح نطلع السترسز، يعني راح نطلع السترس في الكونكريت او الستيل بيم من خلال قراءاتنا للانفعال واستعمال السترين روزيت. هذا الموضوع مهم جدا عمليا. بعض الطلبة المتمكنين بالمختبر دائما يقيس السترسز، يعني اسلوب المناقشة شلون قست السترسز، فمثلا مستعمل السترين جيج. اكو قسم عندهم الطريقة التراديشنال القديمة
يقيس بالدامك بوينتس، دامك بوينتس مدش الدقة، متى تعطينا الانفعال بشكل صحيح، لأنها تقريب جدا عالي به. هذه محاضرتنا للسترين انتهت. يعجبني أراويكم بعض الفيديوهات على قراءة السترين روزت، خلينا نشوف بلكي متوفر لنا في شيء باليوتيوب. عندكم سؤال؟ دكتور هذا الهومورك يعني شو وقت نقدمه، باكر لو الاسبوع الجاي؟ لا اي هومورك، لا مباشر مباشر، اي هومورك رسمي راح يجيكم عن طريق الكلاس روم، يجيكم كلكم الايميلات مالتكم عن طريق الكلاس روم. اوكي دكتور. هذا استاذ قاعد يشرح السترين روزيت للطلابة، نفس محاضرتنا تقريبا، شوف نفس المعادلات، بس انا اشوفها مختبريا. لاحظوا هنا قوطية البيبسي، هنا شلون يسوي سترين جيج. خلينا نشوف هذا الفيديو. ميشيغان تكنيكال يونيفرسيتي، هذه جامعة ميشيغان ناشر هذا الفيديو من مختبراته. ده يسوي تجربة الثين وول فيزل، هاي بالمقاومة بالصف الثاني، كنا نطلع سيجما 1 سيجما 2، تجربة سهلة جدا. الخطوات: ينظف السطح بمادة الأسيتون، هذا الايبوكسي مال الصمغ اللي راح يلطش بيه، بليس ذا سترين جيج روزيت اون ذا جلاس بليت وذ هيلب اوف، هذا الصغير جدا اللي غطى بالملقط هو السترين جيج. شو قد صغير جدا بالملقط، ابلاي ادهيزيف تيب اون ذا جلاس سلاب، جاب قطعه زجاج راح يجيب تيب، شلون هذا نلزق بيه الفلوس، شريط شفاف. هذا البايندر ما بين السترين جيج وما بين السطح، حتى نضمن ما يتحرك لزقناه بهذا السترين جيج اللي هو يسمون 200 ادهيزيف. هذا دائما المادة اللاصقة تجي ويا السترين جيج، يعني مو ايبوكسي عادي، بيه موصولية كهربائية بمقدار اللصق ثابت. لاحظوا جر خط خلى السترين عمود عليه، اتجاه السترين ضروري يكون عمودي على الخط اللي نريد احنا نقيسه، يعني اذا بهالاتجاه راح يكون السترين عمودي عليه.
هذه راح تحافظ على المادة اللاصقة بالسمك ثابت، راح تكون مقاومتها ثابتة. البعض مع الأسف ما يستعمل هذه الدقة بالعمل، ورا ما نشف ورا فترة يقدر يشيل التيم. راح الآن يلحم باستعمال السولدر الكاوية، يلحم أطراف السترين جيج حتى يوصلها للدائرة الكهربائية. هذا تسمى بالداتا اكوستيك، اللي هي تجمع البيانات. طبعا هذه اللصقة هي عبارة عن سترين روزت ب 3 دايركشن 0 45 و90. فلو لاحظت الوايرات اللي سحبها هي 6 وايرات، لكل اتجاه وايرين. احنا نشكركم قدمتوا لنا هذا الفيديو التفصيلي. اوكي، اذا عندكم ملاحظات او استفسار